والله كويس، والعالم ما عم تشكي منه، وفي له سحب كميات بالسوق، يعني كل حوله قدرته فعله. اذا عم تركب طاقه شمسيه بتكلف 350 دولار بهالايام، تيجي شقفه شظيه بتروحها كلها، شو استفدت منها انت؟ شو 350 دولار عم يجونا هيك؟ يعني فاضرين من خلالها مثلا حسب كبر اللوحه بتشغل برات، تلفزيون، اناره، بس قدرتنا نقيسها يعني في اشتراكات ومعدات وطيارات بالاخير وشغله حلوه وكويسه كثير. الطاقة الشمسية ما خرجاني بالجايين على صيف، ما خرج تشغل براد او تعتمد عليها مروحة او شيء. في عنا مولدات عم تشغلها، يعني عم نشغلها كل الليل، يعني عم نشحن بطارياتنا وعم نشغل امورنا. المتفضل بيركبها، بس مثل حكايتنا نحن شو بدنا نركب فيها؟